أما الفقرة الطبية سلمى يلي بنسمع عنها كثير أسئلة وكثير استفسارات وطبعا بعض المعلومات الخاطئة يلي طبعا ما بتخلى من الوسط المحيط والقيل عن قال والموروثات وكل هي الأمور. تضخم عضلة القلب هل هو شيء وراثي بيخلق مع الشخص أو هو مرض معين بينصاب فيه الشخص بعمر معين؟ طبعا كثير أسئلة يا سلمى ممكن نحن نسمعها وتكون صح. الإجابات مختلفة. أكيد فرح، ويمكن هي مشكلة كتير كبيرة بهذا الوقت وبالعصر اللي صار. أي واحد عبر جهازه على الموبايل بيفتح وبيقرأ، بقى بيقرأ تشخيص وبيقرأ حالات بس، أو حتى بيحط معلومات من عنده سلمى خاطئة. صحيح. لحتى نتعرف أكثر يمكن على هذا الموضوع رح نحكي أكثر بفقرتنا. أكيد رح نحكي أكثر مع دكتورنا المميز دكتور حسن إبراهيم، أخصائي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد لنا صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. أهلا دكتور، خلينا نبلش مع حضرتك ونعرف منك أكثر شو المقصود بتضخم عضلة القلب. تضخم عضلة القلب هو الكبر في حجم العضلة القلبية. يعني عضلة مضخة عم تضخ الدم لكل أنحاء الجسم، زاد حجمها أو توسعت وصارت أكبر من الحجم الطبيعي. هذا المفهوم العادي البسيط، لكن لا شك أنه في عنا شيء ثاني اسمه زيادة في سماكة جدر العضلة القلبية، وهذا يلي نحن بنسميه بالطب هو اعتلال العضلة القلبية الضخامي. هلأ إذا في عنا شغلتين، اعتلال العضلة القلبية الضخامي يلي بيصير فيها زيادة في سماكة جدر العضلة القلبية، وهي اللي بنشوفها بأمراض صمامية معينة مثل تضيق الصمام الأبهري، أو بتكون مرض وراثي بينتقل بالوراثة بشكل جيني، وهدول لهم مواصفات معينة بدون ما نشوف توسع في حجم العضلة القلبية. أما الأشيع والأكثر واللي يعني معروف أكثر هو زيادة في حجم العضلة القلبية يلي نحن ممكن نشوفه بصورة الصدر الشعاعية، يلي إذا شفنا صورة الصدر عادة حجم القلب هو بيساوي نص المسافة بين طرفي الصدر، بيكون زادت المسافة وصارت أكبر. والشغلة الأساسية اللي بتأكد لنا التشخيص وبتعطينا معلومات كافية ووافية عن زيادة حجم العضلة القلبية هو إيكو القلب، وهون نحن عاد بنشوف هل التوسع في جوف واحد أو أجواف القلب كلها أو جوفين من أجواف القلب. إذا ضخامة العضلة القلبية أو كبر حجم العضلة القلبية هو مرض ازداد فيه حجم العضلة القلبية، والمشخص الرئيسي فيه هو إيكو القلب. دكتور خلينا نحكي اليوم عن الأعراض يلي بترافق تضخم عضلة القلب، هل هي خطيرة جدا على صحة الشخص المصاب أو ممكن تداركها؟ أول شيء خلينا نقسم هالتضخم وهالتوسع في أجواف القلب لقسمين. نحن كلياتنا بنعرف أنه القلب بينقسم لأربع أجواف، أذينتين وبطينين. نعم. أذين يسرى وبطين أيسر، أذين يمنى وبطين أيمن. خلينا نميز بين هالشكلين، البطين الأيمن والأذين اليمنى يلي هن عادة بيتضخموا في أمراض معينة. شو هي هالأمراض؟ أمراض التهاب القصبات المزمن الساد، الأمراض الولادية أحيانا إذا كان عندنا فتحة بين البطينين أو فتحة بين الأذينتين، وهذا الشكل له أعراض خاصة فيه لأن الدم عم يرجع فيه على الكبد، فبنلاقي فيه تضخم بالكبد واحتقان في الكبد، وبالتالي المريض ممكن يشكو من ثقل في البطن، وبتصير السوائل تنحبس وترجع على الرئتين، وبيصير في عنا ضخامة وتوسع ووذمات وسوائل شديدة في الطرفين السفليين. إذا أهم أعراض قصور القلب الأيمن أو البطين الأيمن هي الثقل بالبطن وضخامة البطن والوذمات الشديدة اللي بنشوفها بالطرفين السفليين، إضافة إلى الزلة واللهتة، وممكن نشوف أحيانا الخفقان واضطرابات النظم القلبية. أما الشكل الثاني يلي بيتضخم فيه البطين الأيسر أو الأذين اليسرى، هلأ إذا كان الأذين اليسرى لحالها توسعت فهذا نحن بنشوفه بمرض وحيد هو قصور الصمام التاجي أو تضيق الصمام التاجي. أما إذا كان توسع البطين الأيسر فهذا نحن عادة بنشوفه باعتلالات العضلة القلبية بنقص التروية
أو بارتفاع التوتر الشرياني المزمن، أو ممكن نشوفه بقصور الصمام التاجي. في أسباب كتير هي اللي عم تساوي لنا التوسع بأجواف العضلة القلبية، وهون الأعراض بتختلف اختلاف كتير عن قصور القلب الأيمن. المريض هون بيشكي من زلة وتعب ولهتة وضيق نفس وما بيقدر يطلع على الدرج، وبتلاقيه لما عم يمشي أحيانا بيصير عنده خفقان، ممكن يصير عنده نوب غشي، أحيانا نلاقي المريض أحيانا لما يتسطح على ظهره عم يطبق صدره ويضيق نفسه بيضطر يرفع الوسادة أثناء النوم لحتى يقدر يتنفس مزبوط، وأحيانا بينام وهو قاعد لأنه السوائل عم ترجع من البطين الأيسر على الرئتين. وبتلاقي المريض أحيانا بيفيق بالليل ضايق نفسه وصدره عم يخرخر وما عم يقدر يتنفس، فيضطر يقعد لحتى يقدر يتنفس وياخذ نفس، ولما يتسطع على ظهره بحس كأنه جبل على صدره، كأنه واحد عم يخنقه من شدة اللهتة وضيق النفس وتجمع السوائل في الرئتين. إذا نحن صار عندنا شكلين، شكل قصور القلب الأيمن وشكل قصور القلب الأيسر. هلأ قصور القلب الأيسر في المراحل المتقدمة جدا 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 ممكن يتطور كمان لقصور قلب أيمن، ويصير عندنا وقتها قصور قلب شامل تتوسع في كل أجواف العضلة القلبية. والأعراض بشكل عام هي اللهتة وضيق النفس، وأحيانا ممكن نشوف سعال، وأحيانا ممكن نشوف نفث دموي، يصير المريض بيسعل وبيطالع يعني نسرات من الدم مع السعال. هي هي أهم الأعراض يلي ممكن نشوفها بقصور القلب الأيمن والأيسر. طيب دكتور خلينا نحكي عن سبب هذا، خليني أقول التضخم، هل ممكن يكون للوراثة إلى علاقة بالموضوع؟ أحيانا كتير بنشوف أمراض بالقلب بالذات بتنشأ عند منهنن وأطفال، أو في أمراض كتير بنسمع عنها. خلينا نقول تضخم القلب له علاقة بهيك شيء ولا لا، هو شيء منفصل وأسبابه منفصلة؟ مثل ما حكيت أنا، خلينا نميز فقط اعتلال العضلة القلبية الضخامي، هذا المرض يلي بتزداد فيه سماكة جدر البطين الأيسر، وهون المريض بينتقل هذا المرض بنسبة 50% عند الأطفال يلي عند آبائهم في هذا المرض. وهذا المرض الوحيد يلي ما بيصير فيه توسع بأجواف العضلة القلبية إلا في مراحل متأخرة جدا. هذا المرض بتزداد فيه سماكة جدر البطين الأيسر، بيصير فيه عائق أمام خروج الدم من البطين الأيسر. البطين الأيسر بيكون حجمه صغير، ما بيكون فيه توسع أبدا، ما عم يملأ بالدم بشكل كافي، البطين الأيسر عم يتسرع وعم يساوي نقص نتاج. هلأ هون بيكون في عائق في خروج الدم من البطين الأيسر، وهالعائق هذا أحيانا حتى ممكن يأثر لي على الصمام التاجي، بيخلي يصير فيه تهريب أو قصور في الصمام التاجي. وهدول المرضى عادة هو مرض بيصيب الشباب، وهدول نسبة الوفيات عندهم عالية، وبنشوف نحن دائما يعني فيهم وفيات، وخاصة على الجهد الشديد أو الرياضة اللي بيمارسوا الرياضة، ولذلك هو بيصير ما بنلاقي غير الرياضيين فجأة توفى الواحد أو صار عنده اضطراب نظم قلبي وتوفى بسبب اضطراب النظم اللي بيصير بهذا القلب بالمرض بالذات. ولذلك هدول عادة يفضل إجراء استشارة قبل الزواج لحتى إذا فيها المرض هذا نحن ننبههم كيف يخططوا للزواج. ما عدا ذلك الوراثة لا علاقة لها باعتلالات العضلة القلبية التوسعية. اعتلالات العضلة القلبية التوسعية الشديدة هي نحن بنشوفها إذا كان بالبطين الأيمن، قلنا بنشوفها بأمراض الرئة المزمنة الانسدادية، أو إذا كان على سبيل المثال في تشوه بالقلب من الولادة. شو هو التشوه بالقلب؟ في أمراض ولادية قلبية يعني بنشوف فيها نحن اعتلالات عضلة القلبية، مثل عيب الحاجز بين البطينين أو عيب الحاجز بين الأذينتين إذا في فتحة كبيرة هون أو هون، أو في أو إذا في عنا أمراض بصمامات العضلة القلبية أو تبادل أو تشوه في عضلات القلب، فهدول بيصير عندهم اعتلال عضلة قلبية، وهدول جزء قليل منهم ممكن يكونوا يعني ينتقل المرض لهم أو الوراثة ممكن يكون لها دور فيها. أما بشكل عام اعتلالات العضلة القلبية التوسعية يلي نحن بنشوفها، فبنشوفها بأسباب مكتسبة، هذه الأسباب ممكن نشوفها أثناء الحياة، مثل على سبيل المثال اعتلال العضلة القلبية التوسع الشديد يلي بنشوفه إذا في تضخم أو توسع بالبطين الأيسر بسبب الداء الإكليلي، بسبب احتشاء العضلة القلبية لما يصير في عنا انسداد بالشريان الأمامي النازل بيتوسع البطين، بيصير في نقص في حركية جدر البطين، أو مثلا بنشوفه بالأمراض الصمامية مثل مثلا تضيق الصمام الأبهري اللي بنشوفه نحن مع تقدم العمر، أو بأمراض كتير أخرى
مثل ارتفاع التوتر الشرياني اللي بنشوفه عند معظم عم ناس كتير. فالضغط إذا ما انضبط بشكل جيد هذا الضغط عم يواجه العضلة القلبية أثناء تقلصها، عم تواجه ضغط أمامها، فبتبلش أول شيء بالمرحلة الأولى تتسمك جذورها شوي شوي شوي، وفي المراحل الأخيرة بيصير في توسع وبيفوت المريض بضخامة قلبية وقصور قلب واعتلال عضلة قلبية شامل تالي لارتفاع الضغط. إذن معظم الأسباب هي لا تنتقل بالوراثة وإنما تكون بشكل مكتسب تالية لأمراض أخرى قد تصيب العضلة القلبية أو تصيب شرايين القلب أو تصيب الرئة أو تصيب صمامات القلب أو ارتفاع التوتر الشرياني. الناحية العلاجية دكتور، إمتى بيكون العلاج دوائي وإمتى بنلجأ إلى الجراحة؟ الآن أول شيء لازم نحن نسعى انه نوقي هالمريض من الامراض يلي ممكن تساوي لي بالاخير اعتلال عضله قلبيه او ضخامه بالقلب او توسع باجواف القلب. الوقايه كيف؟ على سبيل المثال انا بدي احكي عن شغله يلي بيصير فيها تضيق الصمام التاجي، فهذول الاطفال يجب ان حمايتهم من التهاب الشغاف او التهابات العضله القلبيه. في امراض كثير، على سبيل المثال المرضى يلي عندهم داء اكليلي، يجب الحقول دون الوصول لاصابه الانسان باحتشاء عضله قلبيه او خناق صدر او داء اكليلي او انسداد بالشرايين باتخاذ يعني عوامل الوقايه او وسائل للوقاية مثل تجنب التدخين، اتباع النشاط الفيزيائي، وتجنب الشيء يلي يؤدي إلى الداء الإكليلي. الآن أنا لما أحمي المرضى بحاول قلل من المرض. الآن لما يصير المرض هون الوقاية، هون العلاج. العلاج دائما يعتمد على تخفيف الأعراض وأعطاء أدوية تفيد العضلة القلبية وتحسن وظيفتها وتحسن نتاج العضلة القلبية. ونحن صار في عنا أدوية كتير منيح. أول شيء لازم نحاول نخلص من السوائل الزائدة في الجسم بإعطاء المدرات، وعلى رأسها الفورسيمايد والسبيرونولاكتون. بعدين نحاول إذا كان مثلا في عنا داء إكليلي الشرايين المسكرة نحاول نفتحها ونصلحها لحتى ما تؤدي لضخامة أو اعتلال أو توسع في البطين الأيسر، سواء كان بالشبكات أو إجراء قفطرة قلبية وعطاء الأدوية اللازمة لها الشيء. الشغلة الثالثة لازم يعني نعطي الأدوية، في أدوية كتير حاليا صارت جديدة بتحسن وظيفة القلبية، تحسن وظيفة العضلة القلبية وتحسن يعني حياة المرضى وتحسن عدم قبولهم بالمشافي. هي الأدوية رائعة جدا مثل الساكوبتريل فالزارتان على سبيل المثال، يعني موجود بالأسواق بأسماء تجارية آرني أو ساكو بلس أو ساكوبتريل أو ساكوفال. فهدول الأدوية رائعين جدا. وحتى في عنا دواء للسكر كان يستعمل، هذا حسن كتير مرضى القلب يلي هو الإمباجليفلوزين، فهذا الدواء كمان حسن كتير. هلأ في عنا أدوية مقوية للعضلة القلبية، يا ترى هي الأدوية بتفيد؟ أكيد بتفيد وبتخفف الأعراض وبتحسن الأعراض، لكن هل هي تحسن البقية؟ ما كتير تحسن البقية على المدى البعيد، لكن يمكن تقلل دخول المرضى إلى المشافي. يلي على رأس هي الأدوية هو الديجوكسين. إذن أهم شيء أنه بالعلاجات الأدوية أنا أعطي الأدوية الموسعة الوعائية يلي بتخفف الحمل البعدي عن العضلة القلبية وتخلي القلب يشتغل بشكل مريح، وخاصة مركبات المثبطة لخلبميرة الانجيوتنسين أو الساكوبتريل فالزارتان يلي قلنا، ونروح السوائل الزايدة بالجسم يلي ما عم تقدر تخلي المريض ينام، ونحاول نضبط سرعة القلب بحاصرات بيتا يلي بتخلي القلب ما يتسرع كتير لحتى يظل القلب مرتاح أثناء عمله. إذن العلاج الدوائي مهم كتير، ومعظم المرضى بيتحسنوا بشكل رائع جدا على العلاج الدوائي. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي يعني عوامل مرتبطة بقلب بعضها كلياتها، وخصوصا أنه عضلة القلب لما طبعا تتأثر بأي شيء فهي رح تأثر على الكلية، وبالتالي الكلية رح تأثر على عمل الجسم بشكل عام. لهيك بنقول مدرات بولية مشان السوائل، وبنقول أيضا ضبط السكري، وخصوصا كثير من مرضى القلب بينصابوا بالسكري أو العكس، بيكون هو مريض سكري يؤدي صح. إلى الإصابة بالقلب. خلينا نحكي عن هاي العوامل المختلطة وكيفية دراسة حالة المريض، كيف ممكن تعملوا؟ هل بيختلف العلاج مع المريض اللي عنده عوامل خطورة أكثر من مريض آخر؟ دائما نحن لما بنعالج مريض قصور القلب كل مريض هو حالة منفصلة لحالها.
أنا باخذ كل الشغلات بعين الاعتبار. المرضى اللي عندهم التهاب قصبات مزمن ساد، أنا لازم يفهموا أنه هن لازم يوقفوا التدخين، لازم حاول أنا أشتغل على أمور معينة تخفف لي الضغط الرئوي على سبيل المثال لحتى تتحسن وظيفة العضلة القلبية. الشغلة الثانية، دائما القلب هو يعني هو العضويه اللي عم تضخ لكل انحاء الجسم. انا بدي احاول ادرس العضله القلبيه، وانا بقدر قيم هي الوظيفه بشكل جيد وصمامات القلب بشكل جيد، بقدر قيمها بالايكو دوبلر ملون للعضله القلبيه، وهون بحاول بشتغل على الاسباب يلي ممكن اصلاحها، فبحاول اصلحها كلياتها، لانه انا بعرف هالعضله هي رح توزع الدم لكل الجسم. انا لما يصير عندي على سبيل المثال توسع بالبطين الايسر، ما في حركيه بجدر البطين الايسر، ممكن يكون في مناطق من البطين تؤهب لحدوث خثار أو خثرات. هي الخثرات إذا انطلقت من البطين وراحت للدماغ ساوت لي فالج، إذا راحت للكلية سكرت لي الشريان الكلوي، إذا راحت للقلب بتساوي لي احتشاء عضلة قلبية قد يكون قاتل، وخاصة عند المريض اللي عنده قصور قلب. فأنا لازم أحاول أميع المريض بالطريقة المناسبة لحتى أمنع حدوث هالجلطات وهالخثار. هلأ الشغلة الأخيرة، لا شك أنه الكلية لها دور كبير بالموضوع. قصور العضلة القلبية يؤدي إلى قصور قلب أو قصور في الأعضاء الأخرى. أنا لازم أحافظ على وظيفة الكلية، لازم أعمل على يعني تحسين نتاج عمل العضلة القلبية، وأخذ بعين الاعتبار أنه كل الأدوية اللي أنا عم أعطيها لقصور القلب الوظيفة الكلوية لها دور بالموضوع. يعني أنا ما بقدر أعطي دواء بيفيدني كتير للعضلة القلبية ويقوم يأذي لي الكلية ويقوم يفاقم لي الأمور إلى أكثر. على سبيل المثال الدواء الإمباجليفلوزين هذا رائع جدا وعطى نتائج جدا بالدراسات الحديثة اللي بينت، لكن بالمقابل إذا كانت تصفية الكلية هي متدنية أنا ما بقدر أعطي هالدواء. فلا شك أنه كل مريض هو صورة لحالها، والطبيب هو الوحيد يلي بيقدر يقيم وظيفة العضلة القلبية وارتباطها بالأجهزة الأخرى لحتى يقدر يحط خطة العلاج المناسبة واللازمة لحتى يقدر يفيد المريض. أنا ما بقدر أعطي على سبيل المثال مريض سبيرولاكتون اللي هو أساسي في علاج العضلة القلبية على سبيل المثال ويكون عنده ارتفاع بالبوتاسيوم بسبب مشكلة كلوية. ما بقدر أعطي على سبيل المثال مريض يكون معظم مرضى القصور الكلوي، معظم مرضى القصور القلب هن مرضى ضغوطهم متدنية، ما بقدر أعطيهم هذا الدواء اللي هو تأثيره مثل السحر على قصور القلب إذا كان ضغطهم واطي اللي هو الساكوبتريل فالزارتان. فتقييم المريض لا شك بشكل عام وإجمالي له دور كبير في وضع خطة العلاج المناسبة. نعم. بالختام كل الشكر لك دكتور، نتمنى أن نكون قدرنا نوضح الصورة بقدر الإمكان ويكون المشاهدين قدروا يستفيدوا من كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لك. شكرا كثير، شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور. أهلا.